الطريقة الصحيحة لنشر فيديوهات اليوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي. موقع صيني بإذن الله، بسيب الرابط أسفل الفيديو في الوصف. بتدخل على قناتك على اليوتيوب وبتختار أي فيديو، بتاخد الرابط نسخ وبتخش على الموقع الصيني وبتحطه في الخانة اللي فوق، بيظهر لك رابط جديد. سواء ده او ده واحد، بتاخد نسخ وبتروح على الفيسبوك او اي موقع تواصل انت عاوز تنشر فيديوهاتك عليها. لو مجموعات صفحات، كل لما تنشر في اماكن كتيرة طبعا بتحصل على مشاهدات واشتراكات جديدة. لاسك طبعا الصورة بتبقى كبيرة وواضحة، ماهيش على جنب. تبقى بالشكل ده، اي حد بيضغط على الرابط بيدخل مباشرة على الفيديو دون اي مشاكل. يقدر يعمل لايك، يقدر يعمل مشاركة. طريقة سهلة، وان شاء الله بسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت تاخد القناة بتاعتك كاملة، تشغيل الكل، كل فيديوهاتك موجودة، هتشتغل ورا بعض. بتاخد الرابط وبتخش على الموقع الصيني وبتحط الرابط، وبتاخد الرابط الجديد ناس، وبتدخل على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وبتحط الرابط بتاع القناة بتاعتك. أي فرد لما بيجي يخش على الرابط بيخش على القناة مباشرة. مفيش أي مشاكل، بيقدر إن هو يشوف أي فيديو والفيديوهات اللي بعد كده بتشتغل عادي.